شعر المليون ما هو مسابقة، صرح أكاديمي، صرح أكاديمي خرج آلاف الشعراء. المسؤولية كبيرة على عاتقنا. القصائد نقراها يعني بدقة متناهية، أكيد عملية الفرز عملية ما هي بسهلة، لكن البعض يقول ليش قبلوا فلان وليش ما قبلوا فلان، وهذا قد يكون بنظر الشخص هذا هذا أجمل وهذا أفضل، ليش ما قبلوا وخذوا الثاني مثلا على سبيل المثال. سي من الناس، القضية ما هي قضية ذائقة، نص وقدمه وطلع، في اختبارات وفي صحيح، ما هي قضية ذائقة. يعني الحين خلينا نقول مثلا على مجال البل البوشة، نعم يختلفون على بكرة على زين، اثنين ثلاثة، هذا يرشح هذه وهذا يرشح هذه إلى آخره، لكن في النهاية النصوص الشعرية اللي تقدم لنا تخضع إلى معايير وأسس واضحة. يعني الكل يعرفها، الشعراء والنقاد ومقيمين الشعر. فأول شيء مثلا من أساسيات الشعر الوزن، ما أن تجد قصيدة فيها خلل في الوزن على طول يستبعد، لكن بالإضافة إلى فكرة القصيدة والموضوع.